حضرتك مضيت وثيقة مبايعة أو هذه وثيقة مزورة، وثيقة مزورة لا ده نشرت على الفيسبوك، أيوه مجموعة من الشخصيات العامة، بعضهم من رموز النظام السابق وبعضهم من المثقفين والسياسيين، وتحط فيها اسمي واسم الدكتور أسامة الغزالي حرب، بندعو عمر سليمان إلى الترشح، وهذا لم يحدث، وأنا لا أوافق على تقدم السيد عمر سليمان للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وأنوي إبلاغ النائب العام للتحقيق في تزوير توقيعي على هذه الوثيقة. الوثيقة دي بس ده كلام لا مؤرخة يصدق، بس بس كل يصدق كل أي حد بيقول أي حاجة يعني هنا. إنما بس حضرتك عشان بس حضرتك عمرك ما طالبت السيد عمر السلام بالترشيح يعني ولا يعقل ولا اتصور ان انا اؤيد السيد عمر سليمان للترشح لمنصب ولا لاي منصب رئيس الجمهوريه، ولن انتخبه وادعو الى عدم انتخابه، وساتخذ الاجراءات القانونيه ضد من زور توقيعي على هذه الوثيقه. هو هنا برضو كمان في ايضاح، يعني عشان انا دارت ما بيني وما بين الدكتور اسامه الغزالي حرب امبارح مكالمه، هو نفالي تماما مساله انه يكون وقع زي الدكتور نور فرحات نفس الكلام، وهو قال لي ان هذه وثيقه مزوره وانه لم يوقع ولم يطالب السيد عمر سليمان في اي لحظه من لحظات الترشح للانتخابات الرئاسيه. طيب بما اننا بنتكلم